واحد مش عاوز يدعي او بس واحد احيانا ملي. يا مولانا بيكون طبعا حضرتك بتقوله اللي يمل وكده دي حاجه تانية، بس احيانا الواحد ممكن يكون مضغوط ومكروب لدرجه انه هو يقول لك ايه يا رب انت عالم بحالي وغني عن سؤالي، اصلح كده دعا كده احسن انا مش الظن. عارفه اقول ايه، انت ادرى كده احسن الظن. وهنقول لحضرتك احد السلف الصالح كان سيدنا سفيان رضي الله عنه ياتي عشيه عرفه وبيقولوا له ادعي، مش عارف يدعي مش عارف يدعي، وحاطط عامل كده ويبكي، بس طول يوم عرف قاعد يبكي. فاذا ما ابت الشمس للغروب خلاص احنا هننزل، المغرب هيأذن هننزل رايحين على مزدلفه. فيروح رافع راسه الى السماء كده ويقول وسوءتاه وان عفوت، يا رب انا بستحي منك اوش. شوف ده عنده احسان الظن بمن؟ بالله رب العالمين. لكن بعض الناس هي بتتكبر اصلا على الدعاء، دي قصة. ولذلك سيدنا النبي يقول من لم يسأل الله يغضب عليه. فهنا كان سيدنا يحيى بن معاذ الرازي يسمع الحديث ده ويروح قايل ايه؟ يا من تغضب على من لا يسألك لا تمنع بقى من قد سألك. ايوه، مش يا رب مش انت بتغضب على اللي ما بيسألش؟ طب انا بسأل اهو يا رب. وده فقه الدعاء. كتير من الناس لما يجي يدعي رب العالمين بيدعي رب العالمين كده اغفر لي توب عليا وخلاص بلسانه فقط دون ان الجوارح تبدا تتفاعل. فكان احد الصالحين كان يقول ايه؟ يا رب واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت. الكفار دول كانوا يقعدوا يحلفوا كده ويأكدوا في الايمان ان انت ايه يا رب؟ لن تبعث من يموت، الناس تموت وخلصت خلاص ما فيش بعث. ونحن نقسم جهد ايماننا انك تبعث من يموت، افتراك ربنا تجمع بين الفريقين في النار؟ يعني يا رب احنا الاثنين دخلنا جهنم كده؟ شوف ده حسن ظن بمين؟ بالله سبحانه بالله رب وتعالى. العالمين. وكان واحد يقول اللهم لا تشمت من كان يشرك بك بمن كان لا يشرك بك. أيوه. يا رب انا كنت بقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، هتشمت ابو جهل فيا؟ واخده بال حضرتك؟ ولذلك الاصمعي بيحكي عشان نشوف الدعاء عامل ازاي. الاصمعي بيقول يا استاذه ايمان ان هو كان لما ذهب الى الاراضي المقدسه وذهب الى مدينه الرسول صلى الله عليه واله وسلم وقف في الروضه الشريفه، لما بقف في الروضه الشريفه بيبقى المنبر على ايد الايه؟ اليمين. نعم. والقبر الشريف نعم. على ايد اليسار. نعم. فوقف كده وبعد ما صلى وبعدين راح قايل ايه؟ اللهم ان هذا خليلك وانا عبدك. عشان لما نيجي ندعي ربنا النهارده ندعي بالمعنى ده، اللهم ان هذا خليلك اللي هو مين؟ سيدنا محمد، سيدنا النبي، وأنا عبدك والشيطان عدوك. الشيطان النهاردة لم يرى أصغر ولا أحقر ولا أدحر منه في ذلك اليوم، في هذا اليوم. ليه؟ لما يرى من نزول الرحمات على خلق الله كلهم سبحانه وتعالى. ولذلك يقول اللهم إن هذا خليلك وأنا عبدك والشيطان عدوك، فإن غفرت